السلام عليكم، وياكم دكتور. أنا محمد، وبهذا الجزء من العملي راح ناخذ مثال سبايروغراف. الشخص عمره 32 سنة، وراح نقيس بعض الأمور اللي هي يسموها lung function test، يعني اختبار وظائف الرئة. راح نطبق عملي على هذا الجراف ونشوف. فراح نبدأ. أول شيء يقول لك أنطينا البوينت مال maximum inspiration بالمليليتر. طبعا احنا لازم ننتبه على الوحدة وننتبه على الماكسيمم. الماكسيمم نشوف اعلى انسبيريشن وين صاير، اللي هو هذا. فنشوف هو 4000، وهنا 4500، معناته هذا الخط هو شقد؟ 4100. هذا 4100 بالملي لتر، نفس ما هو رايد. فالجواب 4100 ملي لتر. نفس الشيء يريد الماكسيمم اكسبيريشن بس باللتر. فنروح ننزل على اقل نقطة ونشوف انه هاي 1000، هاي 500، اذا هنا 900 عند هذا الخط. اذا هذا الخط تقريبا 900 950 نقدر نقول، بس حتى نحاول على اللتر راح نقول 0.95 لتر تقريبا، او 0.59، عفوا 0.9 بس بدل 5 يعني. بس هو اذا نكون دقيقين كلش ونزوم راح نشوف انه هو مو بالضبط على 900، 930 950 ممكن يكون بهالحدود. بعدين هو انطانا التايدل فوليوم 725 ملي، هو مطينا اياه. طبعا هو حاسبه منه تايدل فوليوم عن طريق ذولا الافرج، يعني حاسبه هوايه. هو انطانا الافرج، طبعا احنا لازم نحوله كوركتد. كوركتد يعني شنو؟ يعني نضربه في 1.1، يعني هذا راح نزيده 72 فوق هو قيمته. خلينا نزيده 75 حتى للسهوله. فالكوركتد مالته راح يكون الكوركتد يعني اللي ضربناه ب1.1، فراح يكون الجواب 800 ملي. هذا 800 ملي هو التايدل فوليوم الكوركتد بعد ما ضربناه في 1.1. ال1.1 مال 725 هي المفروض 72، ال0.1 يعني مالها هي 72 وشوية، نجمعها 72 ويا 725 يطلع لنا تقريبا 797.5، يعني خلينا نقول 800 للسهولة، نقول 800. هذا منه هذا التايدل فوليوم. بعدين نريد الانسبيراتوري ريزيرف. قبل كل شيء احنا من نحسب تايدل فوليوم نحسب الانسبيراتوري كاباسيتي الاي سي. هاي الاي سي نحتاج نحسبها. الاي سي شلون نحسبها؟ نروح على اخر واحد، يعني اقل قيمه، خلي اغير اللون حتى يبين، اقل قيمه قبل ما بدينا نحسب اعلى شيء، قبل ما نسوي فكره الفايتال كاباسيتي، قبل ما نبدي نحسب الفايتال. زين، فنروح على أضعف شيء اللي هو هذا ونقيس قيمته. ايش قد كان؟ 1500 1600 1700. فهذا 1700، طبعا هاي 800 900 2000 إذا مضبوط. هذا 1700 وصعد، ظل يصعد لفوق إلى وصل لل 4100 اللي هو هذا. فالفرق بيناتهم هو راح يكون شنو؟ راح يكون الانسبيراتوري كاباسيتي. الانسبيراتوري كاباسيتي هو الفرق بين ذولا. راح نشوف 4100 ناقص 1700 راح يطلع لنا 2400 ملي. هاي لازم احنا نحسبها، يعني هي هاي الفكرة الوحيدة بهذا السؤال، انك انت لازم تحسب هاي بالبداية. هسه انت حسبت شنو؟ الاي سي الانسبيراتوري كاباسيتي. هو ايش دايريد؟ دايريد استيميت الانسبيراتوري ريزيرف فوليوم. نرجع للقانون مالنا. الانسبيراتوري ريزيرف فوليوم هو شنو قانونه؟ هو الـ corrected average inspiratory capacity ناقص الـ corrected average tidal volume. tidal volume احنا حسبناه 800 منتهي منه. زين، الـ average inspiratory capacity هو المفروض نقيسه أكثر من مرة، بس احنا يعني عندنا مثال واحد فراح نقيس واحد بس. وراح نشوف الـ average طلعناه حسب اللي أنا شفته، طلعناه 2400. هذا الـ inspiratory capacity حسب الحسابات اللي نشوفها قدامنا، إنه هو قيمته 2400. هسا نجي نملي هنا نقول 2400، نريد نطلع الكوركتد راح نضرب في 1.1، يعني راح نزيده 240. هو 2400 نزيده 240، يعني على اعتبار ضربناه في 0.1، هو مو واحد في 0.1، مكان ما تضرب انت اضرب في 0.1، يعني مجرد شيء الصفر وزيده للقيمة الأصلية، فراح يصير 2640. هذا 2640 هو الأفرج corrected، هذا بعد ما صححناه ضربناه بال 1.1 اللي هي ال PTPS اللي body temperature atmospheric pressure أو water saturation اللي لازم نضربه بيها.
هسه احنا كملنا طلعنا 2640 inspiratory reserve مجرد نطرحهم، راح نجي نقول 2640 ناقصا 800، طبعا صفر ويا صفر هذولا يعني راح يطلع لنا الصفر هنا، راح يكون 64 ناقص 80 يعني 264 ناقص 80 راح يطلع لنا 100 وبالضبط 84 يعني 1840. 1840 هو هذا القيمة، طبعا هذا ملي لتر، هذا نسميه inspiratory reserve volume الـ IRV. فالinspiratory reserve volume هو 1000 حتى نسيت جد 1840 1840 ملي لتر. طبعا هذا خلي نكتبه هنا حتى كله يكون بنفس الورقة، هنا 800 وهنا عندنا صار 2640 بعد ما سوينا corrected، طرحنا هذا ناقص هذا طلع لنا الرقم 1840. نجي للإكسبيراتوري ريزيرف فوليوم. الإكسبيراتوري ريزيرف فوليوم فكرته هم كل السهلة، نرجع للقانون مالته انه احنا راح نقيس الإكسبيراتوري ريزيرف. انا ارد اقرا لكم اياه حتى اشوفكم النص هو شلون يقول. يقول لك تطرح الرقم مال مليمترز للتروف مال ماكسيمال اكسبيريشن، التروف يعني اقل شيء وصلنا له. obtained during the vital capacity ياهو التروف بهذا الرسم، هذا هو التروف، هذا اقل شيء واصلي له لما كنا دا نحسب الـ vital capacity. منين؟ من المليمترز الـ last normal expiration قبل ما بدينا نحسب الـ vital capacity. منو الـ last normal؟ هذا هو الـ last normal أبو الـ 1700. فراح نجي نقول 1700 ناقص 900، يعني كأنه إحنا جدا نحسب هذا، إحنا نريد نحسب الـ expiratory reserve volume، هنا دا نحسب volume، فراح نجي هذا هو الـ volume مقداره منا إلى هنا، هاي هي مقدار هذا الفوليوم، يعني 1700 ناقص 900. فراح نجي نكتب، طبعا لازم القيم تكون corrected، يعني راح نطرحها وبعدين نضربها في 1.1 ماكو فرق، يعني 1.1 راح تدخل على 2 يعني طلعها عامل مشترك. راح نشوف 1700 ناقص 900 راح يكون الجواب 800 نضربها في الكوركتد راح يطلع 880 ملي لتر. زين، اذا نريد نطبقها على القانون هنا راح نجي نكتب الاكسبيراتوري ريزيرف فوليوم هو 800 والكوركتد بعد ما حسبنا راح يطلع 880. خلينا نشوف بهذا المثال، هو طرح 3650 ناقص 2050، هاي منين جابها؟ هاي هي 3650، هاي اللي هي آخر إكسبيراتوري طبيعي ناقصاً الإكسبيراتوري اللي هو بالماكسيمم لما سوينا آخر شيء اللي هو 2050 تقريباً، طلعناهم طلعنا الإكسبيراتوري ريزيرف فوليوم. نفس الشيء هنا دا نسوي، تلاحظون نفس الفكرة دا نطبق، بس شنو ننطبقها على أرقام مختلفة، 1700 ب900 هذا هو الفرق مالنا. زين، الفيتال كاباسيتي هاي احنا نحسبها بسهولة، الفيتال كاباسيتي هو 4100 ناقص 900، هاي هي الفيتال كاباسيتي، هاي هي أكثر شيء دي يتحرك. 4100 ناقصا 900 راح يكون جواب 3200، ولما نسوي له كوركشن راح يكون 3520، يعني زيد 320 على اعتبار هو 3200، يعني حكتب لكم اياها 3200 وانتم ضربوها في 1.1 يطلع لكم نفس الرقم، يعني انت تقدر تضربها في 1.1 كوركتد. هاي الفيتال كاباسيتي. هسه احنا كملنا حسابات الصعبة، نجي يقول لك الـ breathing rate time of him in minute، ايش قد يتنفس؟ راح نجي نقيس مثلا نقيس بين دقيقتين وثلاث دقائق بهذا الطريقة. طبعا انا اتجاه الوقت المفروض يكون بهذا الاتجاه مو بالعكس، يعني هو ما ادري شلون رسمه. مهم، راح نجي نحسب كم مرة تنفس، يعني هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9، هي يعني 9 هنا 10 نعتبرها، طبعا هو هنا يعني اذا نحسب له نفس الاخ يعني تقريبا 11 المفروض يكون، يعني ما اريد احسب الفيتال كاباسيتي هي تاخذ وقت اكثر، بس يعني راح نقول انه البريثينج مالته ريت كم نفس بالدقيقة، راح اكتب 11 لكل دقيقة هل قاعد تتنفس. يقول لك التايدل فوليوم مالته بالدقيقة، ايش قد التايدل؟ مجرد اجي اضربه بالتايدل اللي هو انطاني اياه لما سويت له كوركشن، مو طلع 800، راح اضرب 800 في 11 حتى اطلع ايش قد تنفس بالدقيقة.
بس هو دا يريدها باللتر، فا 800 راح اكتب عليها 0.8 معناته 0.8 لتر، وارجع اضربها في 11 ايش قد تطلع لي 8.8 لتر بالدقيقة، معناته هل قد هو متنفس بالدقيقة. ها هي كل الفكرة. بعدين يقول لك تعال قارن لي ذولا بالقيم الطبيعية، هل هم اكثر لو اقل؟ نجي للتايدال فوليوم 800 هو اكثر، يعني واضح. الانسبيراتوري ريزيرف فوليوم ايش قد طلعناها؟ 1840، اذا اكثر، يعني راح اشرهم انا بالاحمر، يعني التايدال فوليوم هسه اكثر من الطبيعي، الطبيعي 500 و 800، الانسبيراتوري ريزيرف فوليوم 1840. لا الانسبيراتوري ريزيرف فوليوم اقل، الانسبيراتوري ريزيرف فوليوم اقل لان هو المفروض 2300، فهذا الاشر عليه الأشر عليه هنا أنه أقل. زين الإكسبيراتوري ريزيرف فوليوم 880 هم أقل لأن هو المفروض تقريب 1300. الفيتال كاباسيتي 3520 هم أقل، 3520 هم أقل، يعني هي المفروض 4300 تقريبا بهالحدود، خصوصا أنه هنا هو ما قايل أنه هو ميل لو فيميل، بس يعني هاي مع النورمال بيرسون، يعني هو الصراحة السؤال مو كلش صحيح، لأن النورمال بيرسون لا هو ذاكرة بالمحاضرات حتى احنا نعتبر القيم مالته، يعني انا امشي على القيم مال كتاب جايتون يعني اللي انا شرحت لكم عليه بوقتها. هاي ان شاء الله، ان شاء الله ثانية تختلف ميل لو فيميل، هو ما محدد يعني ما قايل هل هو ميل لو فيميل، فما نقدر نعتبرها يعني كلش، بس يعني انا هذا رأيي انه بس التايدال فوليوم هو اكثر البقية اقل، وهاي هي الحلول يلي انا اشوفها الصحيحة. شيكوا هوية حلولكم، إذا عندكم ملاحظة يعني ردوا لي، يعني هو بالأخير ممكن إنه أنتوا عندكم فد ملاحظة أو فكرة أفضل من اللي أنا كتبتها، بس بشكل عام هي هاي الفكرة، يعني ما تتحمل أكثر من هذا. أنا آسف إذا بعض الأرقام حسبتها على السريع، بس أنا يعني دا أحسبها بعقلي، أنتوا تقدرون إذا واحد ما فهمها كلش يضرب مباشرة في 1.1 ويطلعها بالحاسبة، يعني على الدخول روحكم، بس أنا دا أحسبها لأن شفه هي يعني مو يمي حاسبة حاليا، فدا أحسبها بالطريقة. شكرا جزيلا لكم ونلتقي محاضرات قادمة، مع السلامة.